توجيه بدي أذكركم، أكتب الطراز الشكلي، سوري مش الجيني، طالب الطراز الشكلي المطلوب ألف. الطراز الشكلي يعني بده الصفة المدارية مش الطراز الجيني، احنا غلطنا هون على فكرة. الطراز الشكلي يعني الصفة المدارية طويل الساق أخضر البذور، هاي طويل الساق، تي كابيتال سادت على تي سمول، طويل الساق وأخضر البذور. هلأ ناخد كمان مثال من الملخص اللي موجود بين إيديكم عشان نرجع نحل الأمثلة اللي موجودة في كتابك. في عندي المثال الثاني، أجرية تلقيح بين نباتي بازلاء، أحدهما طويل الساق أبيض الأزهار مجعد البذور. لاحظ معطيني ثلاث صفات مع بعض، طويل الساق أبيض الأزهار مجعد البذور، خلينا نكتبهم هون، طويل الساق أبيض الأزهار مجعد البذور، زاوجوا مع نبات آخر مجهول الطراز الشكلي، فنتجت الأفراد بالأعداد والنسب التالية. عندي 18، خليني أكتبهم هون عشان نوضحهم بصورة أكثر. 18 طويل أرجواني أملس، لاحظ أنا عندي ثلاث صفات، ماشي، 18 نبات طويل أرجواني أملس إلى 18 نبات طويل، طبعا طويل الساق أرجواني مجعد، وفي عندي ستة قصير أرجواني أملس، وكمان ستة قصير أرجواني مجعد، تمام؟ فبحكي لي نكمل السؤال، فإذا علمت أن الليل طول الساق تي كابيتال سائد على الليل قصر الساق تي سمول، والليل البذور الملساء اي كابيتال، و سائد على قليل البذور المجعدة اسمول، وقليل لون الأزهار أرجواني آر كابيتال سائد على قليل الأزهار البيضاء آر سمول، المطلوب أكتب الطراز الجيني والشكلي للنبات المجهول، وفسر عدم ظهور صفة لون الأزهار البيضاء في أي من الأفراد الناتجة، وما نمط الوراثة والسيادة. نمط الوراثة والسيادة كتير بيجيبوه، رح نحكي عنه هلأ، بس لقدام شوي رح يصير عنا أنماط وراثية مختلفة عن الأنماط اللي حكى عنها مندل. طيب خلينا نشوف الطراز الجيني والشكلي للنبات المجهول. نرجع بناخد كل صفة ندرسها لحال. في عندي أنا ثلاث صفات، عندي صفة الطول طويل إلى قصير، وفي عندي الصفة الثانية لون الأزهار أرجواني إلى أملس، وفي عندي الصفة اللي هي صفة شكل البذرة، سوري أرجواني إلى أبيض، أنا آسفة، أرجواني إلى أبيض، وفي عندي الصفة الثالثة اللي هي صفة شكل البذرة اللي هي عبارة عن أملس إلى مجعد. عندي ثلاث صفات، بدي أدرس كل صفة لحال وأشوف النسب اللي بتطلع. طويل إلى قصير، في عندي هون 18 طويل، وفي عندي كمان 18 طويل، 18 و18 6 وثلاثين نبات طويل إلى أكم قصير في عندي؟ عندي ستة وستة 12 اللي هي 12 قصير، 36 إلى 12 النسبة راح تكون 3 إلى 1، وأنا عرفت إنه 3 إلى 1 تظهر النسبة هاي إذا كان كلا الأبوين للصفة سائد غير نقي، معناته لصفة طول الساق كلا الأبوين سائد غير نقي، راح يكون عندي طول الساق تي كابيتال تي سمول، والأب المجهول تي كابيتال تي سمول. نرجع للصفة الثانية، أرجواني إلى أبيض، بتطلع على الأفراد الناتجة، الأرجواني كلهم أرجواني، ما عندي أي من النباتات الناتجة أبيض، معناته رح يكون عندي صفة اللون الأرجواني رح تكون نقية، هون أبيض الأزهار، الأبيض في الأب الأول، إحنا بنعرف إنه الأبيض أعطاني القليلات لإلها، نرجع هون القليلات. الأبيض متنحي، متنحي صفة البيضاء رمز لها بالحرف الصغير متنحي، راح تكون هاي آر سمول آر سمول، معناته راح يكون الأب المجهول آر كابيتال آر كابيتال. ليش؟ لأنه كل الأفراد كانت أرجوانية الأزهار، ما كانش ولا واحد أبيض، وهذا الحكي بيعني أنه صفة اللون الأرجواني كانت نقية في أحد الأبوين، صفة اللون الأرجواني نقية في أحد الأبوين، الأب المعروف قال لي عنه انه ابيض، معناته راح يكون هو المتنحي، والاب المجهول هو اللي راح يكون بالنسبه للون الارجواني هو سائد
نقي زي ما حكينا، سائد نقي مع متنحي، جميع الأفراد تكون تحمل الصفة السائدة. نكمل الصفة الثالثة، أملس إلى مجعد. الأملس في عندي نعد، عندي هون أملس 18 وعندي أملس 6، 18 و6 24. إلى المجعد في عندي مجعد هون 18 وعندي 6 مجعد، 18 و6 24. نسب الأفراد الناتج رح تكون 1 إلى 1، وإحنا تعلمنا 1 إلى 1 لما يكون أحد الأبوين يحمل الصفة السائدة بصورة غير نقية والأب الآخر متنحي. نرجع للسؤال، معناته الأب المعلوم مجعد البذور أصبح هاي صفة متنحية ورمز للمجعد بـ a small a small، ماشي، معناته الأب الآخر رح يكون غير نقي لصفات البذور، شكل البذرة رح يكون، آسفة، a capital a small. أنا هيك طلعت طراز الجيني للنبات المجهول عن طريق معرفة نسب الأفراد الناتجة ودراسة كل صفة لحال، طويل مع قصير لحال، والأملس والمجعد لحال، واللون الأرجواني لحال. نرجع للملخص. اكتب الطراز الجيني والشكلي للنبات المجهول. أنا يا شباب طلعت هاي النبات المجهول، طراز الجيني، الطراز الجيني للنبات المجهول. الجيني راح يكون عندي اللي هو الرموز A capital A small، R capital R capital، T capital T small. أما بالنسبة للشكلي للصفة المظهرية، طويل حسب السيادة التامة، طويل الساق، هاي أرجواني الأزهار، وعندي هون مجعد أملس البذور، آسفة. طيب فسر عدم ظهور صفة لون الأزهار البيضاء في أي من الأفراد الناتجة، إنه أحد الأبوين، إنه الأب المجهول يحمل صفة اللون الأرجواني بصورة نقية. ما نمط الوراثة والسيادة؟ طبعا الوراثة مندلية، لأنه إحنا قاعدين نحكي عن مندل، والسيادة تامة، أكيد تامة. ليه؟ لأنه اجتماع الجين السائد مع الجين المتنحي، الجين السائد أو الأليل السائد يخفي ظهور تأثير الأليل المتنحي. طيب خلينا نكمل المثال اللي بعده، آخر مثال، بس بعرف أنه طولت عليكم، بس شوية توجيه تحملونا. أجري تلقيح بين نباتي بازلاء، طبعا هذا في الملخص الموجود بين إيديكم، صفحة 6، صفحة 6، أو ممكن تكون عندكم في الطبعة الجديدة اللي أعطتكم إياها 7، يعني ما أظنش تكون أكثر من هيك. أجري تلقيح بين نباتي بازلاء وجمعت البذور ووزعت وزرعت سوري، فكانت النتائج كما يلي: 3 على 8 نبات ملساء القرون أرجوين الأزهار، 3 على 8 نباتات ملساء القرون بيضاء الأزهار، 1 على 8 نباتات مجعدة القرون أرجوانية الأزهار، 1 على 8 نباتات مجعدة القرون بيضاء الأزهار. والمطلوب ماء الطرز الجيني، الطراز الجيني والشكلي لكل من النباتين الأبوين، وماء الطرز الجينية للنباتات الناتجة من هذا التلقيح. شباب لما نشوف 3 على 8 احنا ما نخاف، احنا قلنا في البسط 3 إلى 3 إلى 1 إلى 1، 8 هاي هي مجموع الأفراد الناتجة. دائما يا توجيهي لما يكون عندي توارث صفتين، توارث صفتين في مربع بنات بيطلع معي 16 فرد أو 16 مجموع الأفراد الناتجة، لازم يكونوا 16، لأنه أنا عندي لو رجعت هنا، لو أنا رجعت هون للأبوين، هون أنا عندي الأب الأول، رقم قديم هون، يعني شباب مثلا أنا عندي لو اجينا لهاي دراسة الصفتين، تمام، في عندي طرز الجيني يلي الاب الاول، ار كابيتال ار سمول، جي كابيتال جي سمول، الطرز الجيني لجامتاته في عندي 4 جامتات، فلما حطيت هون 4 جامتات وللاب الثاني 4 جامتات، المفروض يطلع معي 16 نبات ناتج، فالافراد الناتجه لازم تكون 16، هاي هاي مع هاي هاي مع هاي، فالافراد الناتجه لازم تكون 16. اذا عنده توارث صفتين الافراد الناتجه بتكون 16
وعلى العكس من ذلك لما درسنا صفة واحدة كانت الأفراد الناتجة 4، كنا نقول الاحتمال مثلا 1 على 4، 2 على 4، 3 على 4، هون راح يطلع عندنا الاحتمالات للحدث المنافس على المجموع الكلي على 16. فهمنا الفكرة؟ فهون أنا عندي لو أرجع للسؤال اللي في الملخص، 3 على 8 هون مجموع الأفراد الناتجة كان 8، فالثلاثة هدول 3 نباتات ملساء القرون الأرجوانية من 8 اللي طلعوا معي. ليش مش 16؟ لأنه كان في عندي جاميتات بيشبهوا بعض، فإحنا أخذنا مثلا بدل ما ناخذ طراز الجيني للجاميتات كلهم أخذنا طرازين. راح أفرجيكم هلا كيف طلع معي هذا الكلام. نحل السؤال: أجري نبأ تلقيح بين نباتي بازلاء وجمعت البذور وزرعت، فكانت النتائج كما يلي: أول إشي 3 على 8 نباتات ملساء القرون أرجوانية، 3 على 8 نباتات ملساء القرون بيضاء الأزهار، و1 على 8 نباتات مجعدة القرون أرجوانية الأزهار. أنا في عندي صفتين: شكل القرون ولون الأزهار. طالب مني ما الطراز الجيني للأبوين وما الطرز الجينية للنباتات الناتجة من هذا التلقيح. على فرض خلينا نرمز لا، اكتب عندك على الملخص ارمز لا لون الأزهار أرجواني. R capital معناته راح يكون لون الأزهار الأبيض، R small. هلأ في عندي شكل القرون، هلأ الملساء نرمز لها ب A capital، المجعدة راح تكون A small. هلأ نيجي ناخد الأبوين نباتي بازلاء، أنا ما بعرف هدول النباتين إيش هم، تمام؟ بدي أشوف الأفراد الناتجة. في عندي صفتين، باخذ كل صفة لحال. أول إشي لون الأزهار الأرجواني أو أرجواني إلى أملس. بعد بالأفراد الناتجة في عندي هون 3 أرجواني إلى كمان 3 أرجواني، لا هون 1 أرجواني، أرجواني عندي 3 وكمان أرجواني عندي 1، 3 و1 4 إلى الأملس. ليش أملس؟ سوري، أرجواني إلى أبيض 4 أرجواني، أرجواني إلى أبيض لون الأزهار أرجواني وأبيض، أرجواني أبيض لون الأزهار. أرجواني عندي هاي عندي هون 4 3، أرجواني عندي 1، إذا 4. الأبيض بيضاء، بيضاء في عندي هون 3 وهون في عندي أبيض 1 4، إذا تطلع النسبة 1 إلى 1 بالنسبة للون الأزهر. لون الأزهر 1 إلى 1 معناته أحد الأبوين راح يكون بالنسبة للون الأزهر سائد غير نقي، والآخر متنحي لأنه النسبة كانت في الأفراد الناتجة 1 إلى 1. هلأ بنيجي للصفة الثانية اللي هي شكل القرون، أملس إلى مجعد، تمام؟ بروح على الأفراد الناتجة، الأملس في عندي هون ملساء 3 وهون عندي ملساء 3، هاي في عندي 6. هلأ نيجي للمجعد، في عندي هون مجعد 1 وفي عندي هون كمان مجعد 1، إذا بطلع عندي 6 إلى 2، 2 على 2 بتطلع النسبة بالنسبة لشكل البذور 3 إلى 1، 3 إلى 1 لما يكون أحد الأبوين سائد غير نقي والآخر كل الأبوين سائد غير نقي بالنسبة للبذور الملساء. إذا ممكن نحط إحنا، إذا بالنسبة للأملس هو شكل البذرة كل الأبوين سائد غير نقي. كيف عرفنا؟ من نسب الأفراد الناتجة كانت 3 إلى 1، وأنا بقول 3 إلى 1 عندما يكون كلا الأبوين يحمل الصفة بصورة غير نقية. أملس إلى مجعد راح يكون عندي كلا الأبوين A capital A small، A capital A small. هلأ كيف كانت عندي أنا لو هون جيت 3 على 8؟ ليش مش على 16؟ لأنه لو رحنا رجعنا للأبوين طلعنا الطرز الجينية للجاميتات. لو جينا لهذا الأب ماشي، خلينا نقول على جنب هون R capital R small A capital A small، والأب الثاني R small R small A capital A small. هلا إذا بدي أطلع الطرز الجيني للجاميتات، تمام؟ هاي الجاميتات بدي أعمل توزيع حر، بدي أوزع هذا الزوج على هذا، تمام؟ زوج الأليلات على هذا، فبدي أخذ R capital مع ال A capital فاصلة، ال R capital مع ال A
سمول فاصلة. هلأ الار سمول مع الاي كابيتال فاصلة، الار سمول مع الاي سمول. هي طلعت جامتات الاب الاول. الاب الثاني ها الزوج هذا راح اوزعه على زوج الاليلات الثاني، طبعا زي ما تعلمنا الار سمول مع الاي كابيتال فاصلة، الار سمول مع الاي سمول. خلصت هاي. هلأ الار سمول الثانية مع الاي كابيتال، والار سمول الثانية مع الاي سمول. لاحظ في عندي الجامتات عند الاب هذا، في عندي هاي وهاي نفس الطراز، باخذ واحدة لما اعمل مربع بنت باخذ منهم واحدة ار اي. هلا هاي وهاي نفس الطراز باخذ واحدة ار اي. هلا الاب الثاني جامتاته مش نفس الطراز، ولا واحد طرازه زي طراز الجاميت الثاني، فراح اضطر اخذهم كلهم ار اي ار اي ار اي ار اي. فراح يطلع عندي الافراد الناتجه 1 2 3 4 5 6 7 8. فالاحتمال لكل فرد من هذول الافراد راح يكون الحدث 1 على 8. تمام. في عندي المثال رقم 7 في الملخص، عباره عن مربع بنت معطيك جامتات مش موجودة، وفي عندك أفراد ناتج مطلوب منك أنت تطلعهم. تحلوا لحالكم هذا السؤال كواجب، واللي ما بيعرف يحله إما بعت لي على الجروب أو على الخاص. بالإضافة لذلك في عندي سؤال صفحة 13 في كتابك اللي هو هاي، سؤال 2 صفحة 14، ياريت تحاولوا تحلوه لحالكم. وإذا في عندك أي استفسار ممكن تبعت يا إما على الجروب أو تبعت لي على الخاص. الحصة الجاي رح نبلش بالوراثة، وراثة الصفات الغير مندلية. وشكرا لكم.